وفقا لخبراء في مجال مرض السرطان في منظمة الصحة العالمية، فإن استخدام الهاتف المحمول قد يزيد من مخاطر الإصابة بنوع من سرطان الدماغ لدى البشر. وقد اقترح الخبراء على مستعملي الهواتف النقالة اعتماد طرق تقلل من التعرض للإشعاعات. المخاوف من الضرر المحتمل الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة ازدادت خلال السنوات القليلة الماضية، وقد اجتمعت مجموعة مكونة من 31 عالما من 14 دولة في الوكالة الدولية لبحوث السرطان في مدينة ليون الفرنسية لتقييم المخاطر المحتملة، وقالوا إن التعرض للحقول المغناطيسية المنبعثة من الهواتف المحمولة قد يتسبب في الإصابة بسرطان. الهواتف المحمولة صنفت كمسبب محتمل لسرطان، وهذا التصنيف قد يدفع منظمة الصحة العالمية إلى النظر مرة أخرى في مبادئها التوجيهية بشأن الهواتف المحمولة. الخطوات المتخذة من قبل وكالات التعديل على المستوى القومي أو العالمي ستأخذ الأدلة العلمية بعين الاعتبار، ولكن سيكون هناك مزيد من العوامل المرتبطة بمجتمعاتها وطرق استخدام هذه التكنولوجيا. من المتوقع أن يبلغ عدد مستخدمي الهواتف المحمولة حوالي 5 مليارات شخص في أنحاء العالم، ما يشكل نحو 3/4 سكان العالم. ومنذ تحول الهاتف المحمول إلى وسيلة اتصال شعبية، فمن المحتمل أن مقارنة الخبراء بين مستخدمي هذا الجهاز المصابين بأورام الدماغ وبين الذين لم يستخدموه ستكون مستحيلة. هذا وقد طرح الخبراء استخدام سماعة الأذن لأولئك القلقين من المخاطر الصحية المحتملة.